مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا تلك الجنة التي
له له سميا. سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا وريا. قل من فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير
مردا. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال مدا. أن دعوا للرحمن ولدا.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إن الذين آمنوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مدا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قبل هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا سمع الله لمن حمده السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. اللهم لك الحمد على نعمة القرآن. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة. اللهم لك الحمد أن جعلتنا من أهل رمضان. اللهم لك الحمد جعلتنا من أهل رمضان. اللهم لك الحمد أن جعلتنا من أهل رمضان. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أهد علينا رمضان بالأمن والإيمان. اللهم أهد علينا رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. والسلامة والإسلام. اللهم أهن علينا رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. يا رب العالمين، إلهنا إلهنا، إن طرحنا بين يديك نسألك ولا نسأل أحدا سواك. إلهنا
حبيبك سوانا كثير وليس لنا رب سواك ندعو وننطرح بين يديك يا الله يا الله. تجاوز عن تقصيرنا، تجاوز عن سيئاتنا، اللهم اجعلنا في هذه الليلة من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك في هذه الليلة من النار يا رب العالمين. اللهم واعتق والدينا، اللهم واعتق زوجاتنا وابنائنا واخواننا واخواتنا وعلمائنا يا رب العالمين، ولمن لهم ومن له فضل علينا يا رب العالمين. الهنا نسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقه نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم في اعالي الجنان، في اعالي الجنان يا رب العالمين. اللهم ثبتنا حتى نلقاك وانت راض عنا. اللهم انا نستعين بك على عباداتنا، نستعين بك على صيامنا، نستعين بك على إقبالنا إليك. اللهم فاعلنا، اللهم فاعلنا يا ربي، اشرح صدورنا يا ربي، إنا نحبك يا ربي، اشرح صدورنا يا ربي، اشرح صدورنا في الإقبال إليك. اللهم اشرح صدورنا في الإقبال إليك، اجعلنا من الصادقين، اجعلنا من الصادقين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا ذا الجلال والاكرام. وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.